اهلا بيكم طلاب مدرسه المنتزه الخاصه، معاكم ميس ايه، والنهارده هنشرح درس النبات الطبيعي والحيوان البري. اول حاجه بنعرفها في الدرس ده يعني ايه نبات طبيعي. نبات طبيعي يعني نبات ينمو دون تدخل الانسان. بينمو ايه؟ دون تدخل الانسان. طب نتيجه ايه؟ نتيجه تفاعل عناصر المناخ مع التربه. طب انواع النبات الطبيعي، عندي غابات وعندي حشائش وعندي نباتات صحراويه. يبقى انواع النبات الطبيعي غابات وحشائش ونباتات صحراويه. اول حاجه عندي الغابات. يعني ايه كلمه غابه؟ اراضي بها تجمعات من الشجر ضخمه كثيفه متشابكه. يبقى الغابات اراضي فيها ايه؟ تجمعات شجريه ضخمه وكثيفه ومتشابكه. طيب بالراحه كده ناخد انواع الغابات. اول نوع من الغابات غابات استوائية. فين دي؟ قالك تنمو في المناطق الواقعة على جانبي دائرة الاستواء، يعني تقع ضمن اقليم المناخ الايه؟ الاستوائي. طب كلميني عن خصائصها. كثيفة الاشجار ودائمة الخضرة. يبقى الخصائص الحيوية كثيفة الاشجار ودائمة الخضرة. طيب اهم النباتات بتاعت الغابات الاستوائية مطاط وكاكاو وماهوجني. يبقى أول ما أشوف غابات استوائية هختار إيه؟ مطاط كاكاو ماهوجني. أهم الحيوانات زواحف قردة طيور ملونة. زواحف قردة طيور ملونة. يبقى دي الغابات الاستوائية. طيب بعد كده عندي غابات البحر المتوسط. تنمو في المناطق الواقعة ضمن إقليم مناخ البحر الإيه؟ المتوسط. برضو دائمة الخضرة ولكن تتحمل الجفاف. نباتات دائمة الخضرة تتحمل الجفاف زي بحر متوسط زيتون وفلين. يبقى البحر المتوسط إيه؟ زيتون وفلين. أما الغابات الاستوائية مطاط وكاكاو ماهوجني. طيب غابات البحر المتوسط أشجارها دائمة الخضرة وتتحمل الجفاف زي إيه؟ الزيتون والفلين. بعد كده أهم الحيوانات الأغنام والماعز. أهم الحيوانات إيه؟ الأغنام والماعز. بعد كده عندي الغابات النفضية. دي بتنمو في المناطق المعتدلة الباردة. طيب أشجارها بتنفض أوراقها. تنفض أوراقها في فصل الشتاء والخريف. خلي بالكوا بقى يجي يسألني، هي بتنفض أوراقها إمتى؟ في فصل الشتاء والخريف. زي إيه؟ نفضية زان وبلوط. نفضية زان وبلوط. يبقى أشجار الزان أو البلوط، ها، نفضية زان وبلوط. أهم الحيوانات السناجب والقطط. بعض من أنواع الطيور والسناجب والقطط. يبقى احفظ كده، يلا احفظوا معايا. غابات استوائية مطاط وكاكاو ماهوجني. اما البحر المتوسط زيتون وفلين. يبقى الاستوائية مطاط وكاكاو ماهوجني. اما البحر المتوسط زيتون وفلين. ده بالنسبة للايه؟ للاشجار. اما النفضية، نفضية ايزان وبلوط. نفضية ايزان وبلوط. طب تعالوا ناخد اخر نوع من الغابات، وهي الغابات الصنوبرية. الغابات الايه؟ الصنوبرية. ممكن نسمع ان هي مخروطية. تنمو في المناطق الباردة. يبقى الصنوبرية في المناطق الايه؟ الباردة. اشجارها دائمة الخضرة وغطاؤها الورقي اخذ الشكل المخروطي. مخروطي الشكل، عشان كده بنقول عليها ايه؟ صنوبرية مخروطية مناطق باردة. صنوبرية مخروطية مناطق باردة. صنوبرية زي الصنوبر والشربين. طب هي ليه أخدة الشكل المخروطي ده؟ حتى لا تتراكم فوقها الثلوج. حتى لا تتراكم ايه؟ فوقها الثلوج. زي ايه أشجارها؟ زي ايه؟ الصنوبر والشربين. الصنوبر والشربين. أهم الحيوانات الثعالب القطبية. الثعالب القطبية. تاني، صنوبرية مخروطية مناطق باردة. تمام كده، ده انواع الايه؟ الغابات.
بعد كده هناخد انواع الحشائش بقى اللي عندنا. طب يعني ايه كلمة حشائش؟ نباتات طبيعية اقل حجما وكثافة وطولا من ايه؟ من الغابات. بتظهر امتى الحشائش؟ مع تناقص كميات المطر. مع ايه؟ مع تناقص كميات المطر. عندي حشائش حرة. الحشائش الحرة تنمو شمال وجنوب الغابات الاستوائية. يبقى الحشائش الحرة بتنمو شمال وجنوب الغابات الاستوائية وبنسميها طبعا حشائش السافانا. طبعا حشائش السافانا حشائش طويلة بتختلف في الطول حسب كمية المطر، يعني بتتدرج في الطول. تعتبر السافانا اللي هي الحشائش الحرة دي حديقة حيوان، لان بيعيش فيها حيوانات كتيرة جدا. في منها بتاكل اللحوم وفي منها بتاكل العشب. طب ايه الحيوانات اللي بتاكل اللحوم يا ولاد؟ الاسود، النمور، الضباع. اما الحيوانات اكلة العشب زي الغزلان والزرافة والفيل. يقولك يعيش الفيلة فانه حاجة في الحشائش الحرة، يعني في السافانا. بعد كده عندنا الحشائش المعتدلة. الحشائش المعتدلة اللي هي الاستبس دي تكون في المناطق او في الاقاليم المعتدلة الدفيئة. فين بالظبط؟ في وسط القارات. فين؟ في وسط القارات. قالك الحشائش دي قصيرة تصلح ان هي تعتبر مرعى للايه؟ للحيوانات، مراعي طبيعية. اهم الحيوانات اللي بتعيش فيها الاغنام والماشية. يبقى الحشائش المعتدلة اهم الحيوانات التي تعيش بها الاغنام والماشية. بعد كده عندي الحشائش الباردة. اللي هي ايه الحشائش الباردة؟ اللي هي التندرا. دي بتنمو في الاقليم البارد وبتعتبر عبارة عن طحالب. طحالب بتنمو في فصل الصيف. طحالب سريعة النمو وتنمو في فصل الايه؟ الصيف، وسرعان ما تموت بقدوم فصل الشتاء. بعد كده هناخد اهم الحيوانات اللي في الحشائش التندرا. حيوان اسمه الرنة او الكاريبو. اخر نوع من انواع النباتات الطبيعية النباتات الصحراوية، ودي بتكون بتنمو في الصحاري. زي ايه؟ زي النباتات اللي بتتحمل الجفاف كده، زي النخيل بيمد جذوره طول الجذور بتاعته، او التين الشوكي والصبار عشان بيخزنوا عندهم قدرة على تخزين المياه. يبقى انا عندي النباتات الصحراوية بتنمو في الصحراء، ودي نباتات بتتحمل الجفاف زي النخيل بسبب طول الجذر بتاعه بيمد جذوره لمسافات بعيدة، او اللي عندهم حتة تخزين المياه اوراق واسفنجية زي التين الشوكي والصبار. اما الحيوانات طبعا سفينة الصحراء الجمال، الابل اللي هي الجمال، او الوعول، او الجرذان اللي هي الفئران، او الزواحف. كده الانواع بتاعت النباتات الطبيعية خلصت. هنا هنختبر معلوماتنا. عندنا 5 اسئلة اختيارات على الدرس. هتلاقوا اجابة الاختيارات على طول بعد الاسئلة دي، بس انا عايزاكم تحلوها لوحدكم الاول، بعد كده رجعوا اجاباتكم بالاختيارات اللي انا منزلها. تعيش الفيلة فانه حاجة في الحشائش الحارة ولا الغابات الاستوائية ولا الحشائش المعتدلة؟ من النباتات الصحراوية اللي بتتحمل الجفاف الفلين ولا النخيل ولا المهوجني؟ قلنا حشائش التندرا بتكون في المناطق الحارة ولا المعتدلة ولا الباردة؟ اشجار الصنوبرية الشربين ولا الزين ولا الفلين؟ دي الاجابات اللي عندنا. لما تختبروا معلوماتكم ان شاء الله هتراجعوا الاجابات بتاعتكم بالاجابات دي. شكرا.